حياكم الله، إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد البنك المركزي العراقي أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بفرض عقوبات على مصرف الهدى بسبب أنشطته في عام 2022. وأضاف البنك أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال عام 2023، مشددا على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار. هذا وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مصرف الهدى ومالكه حمد الموسوي على قوائم العقوبات الصادرة عنها. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود مقترحين لتعديل سلم الرواتب الحكومية وتقليل الفروقات بين موظفي وزارات الدولة، فيما بيّنت أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية يصل إلى 11 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي إن هناك مقترحين لتعديل سلم رواتب الموظفين. الأول إعادة توزيع المبالغ المخصصة للموظفين بشكل يحقق عدالة اجتماعية، وأبين أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية بين 8 إلى 11 تريليون دينار، وهذا رقم مرتفع وعلى الحكومة معالجته عبر إيجاد الحلول على أن لا يثقل قانون الموازنة بمبالغ إضافية. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 10 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أو في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة. وقالت الهيئة إن الحاويات تحتوي على معدات نفطية ومواد منزلية متنوعة وأثاث ولعب أطفال وبعض المواد الغذائية، فضلاً عن مواد طبية وأدوات سلامة. قالت إن جميع تلك المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لأنها متجاوزة للمدة القانونية على بقائها في الميناء. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط اليوم الثلاثاء مع صعود النفط في الأسواق العالمية، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل دولاراً و33 سنتاً للبرميل الواحد ليصل إلى 78 دولاراً و93 سنتاً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط دولاراً و32 سنتاً ليصل البرميل الواحد إلى 82 دولاراً و16 سنتاً، وارتفعت أسعار النفط العالمي بسبب المخاوف المستمرة من نقص الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز إن شركات التكرير المستقلة في الصين تحجم عن شراء الخام الإيراني لشهر شباط مع دخول خلاف بشأن التسعير والشروط في شهر الكانون الثاني. وقالت مصادر تجارية إنه نظرا لعدم وجود بدائل رخيصة للإمدادات الإيرانية قد تضطر هذه الشركات إلى خفض معدلات التشغيل الشهر المقبل في وقت تنخفض فيه أرباحها في ظل تباطؤ النشاط الصناعي في الصين. شركات التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مشتر للنفط الإيراني الذي يتم تسعيره بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية، لكن التعامل متعثر منذ أواخر ديسمبر بعد أن حجبت طهران شحنات وطالبت برفع الأسعار. والآن هذه الانتقال السريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهايته الموجز الاقتصادي. في أمان الله.